وطنيين. ريديكيل يقودها السيد ماريو تزاغالو. الأرجنتين في تلك الفترة كانت تضم عدة أسماء من بين الميدا فيرون أورت. السامبا يستعيد الكرة عند رونالدينيو. يعني كلاسيكو تظل هي من أهم المباريات. هي مباراة كيف مدرب سافايو ومدرب سافايا بينما مينيزيس ومدرب منتخب رونالدينيو لين. رونالدينيو بلاو جرانا بارسلونة الإسباني. رونالدينيو مع الكرة يمر أمامية في محاولة الاختراق لكن الدفاع الأرجنتيني بثبات. رونالدينيو يحاول يستخلص الكرة يضغط لاريوندا تحتسب خطأ. هذا هو رونالدينيو الأكثر شهرة من لاعبي المنتخب البرازيلي المتواجدين في هذا اللقاء. معطي فرصة لزملاء رونالدينيو. رونالدينيو لين بس ميدان بورغيس يبرر لرونالدينيو. رونالدينيو لكن قد يلعب صنع العاب. رونالدينيو لين في تنفيذ هذه الكرة. هل يسجل ثاني أهداف في مرمى الأرجنتين؟ هل يبدع رونالدينيو يستعد لين؟ رونالدينيو بعيدة. وين الكرة؟ في ريو دي جانيرو. إذا كان المباراة في بيلين في بيت لحم فالكرة في ريو دي جانيرو. فارت المونتيو تعود برازيلية لين عند رونالدينيو. رونالدينيو يمرر يتحسن على خط المنتخب البرازيلي. ومرة أخرى رونالدينيو. الكرة الأولى الثابتة كانت بعيدة على مرمى الحارس أوريون. فهل هذه الكرة ستكون داخل المرمى؟ رونالدينيو كرة كانت قريبة. كرة مرمى لصالح الأرجنتين. أمامنا كرة رونالدينيو اللي يحاول أن يخاض حارس المرمى وحايد الصد. ركلة مرمى للأرجنتين. منافسات عديدة بين البرازيل والأرجنتين بين الفريقين وهي النتيجة التي ما زالت مسيطرة رغم المحاولات البرازيلية. رونالدينيو وكان أحد نجوم البرازيل في مونديال 2002 وكان أيضا متواجد في مونديال 2006 معروف الجمهور البرازيلي. الشوط الأول الشباك لم تهتز في هذا الشوط والنتيجة بيضة أمامية تعود من جديد لفائدة المنتخب البرازيلي. بوسط ميدان رونالدينيو قاطر على الكرة وحكم اللقاء يحتسب خطأ. هذا هو رونالدينيو. برونو كورتيز يتقدم الكرة يمرر لرونالدينيو. رونالدينيو برونو كورتيز تعود لرونالدينيو. مرور من شرم لاعب رونالدينيو ركضة خطأ ضد اللاعب رونالدينيو. نهائيات متتالية 94 فاز باللقب 98 خسر أمام فرنسا على اللقاءين الوديين. ارتديه جملة رائعة قالها مانو ميليزيز لو يمكن لوكاس فياتري تعود برازيلية عند رونالدينيو. رونالدينيو حاول ان يمتع الجمهور هكذا في هذه الآونة. رونالدينيو اللي فقد معاه فريقة الأرجنتين اللي عندها أسماء كبيرة عندها لاعبين ويرغب في ضمك لصفوفه. نيمار النجم البرازيلي القادم يؤكد الانتصار بلمسه وحيده هي كافيه لتعلن انتصار البرازيل. ورقصه السامبا الارجنتين على نتيجه 2-0 فرحه جماعيه. البرازيليين طبعا في عاداتهم تقاليدهم يحبوا الرقص. لماذا الارجنتين بعيده عن المنافسه بينما رونالدينيو بهذه اللقطه ذكرنا بالكلاسيكيات وذكريات. جدال رونالدينيو. رونالدينيو ضغط على رونالدينيو ونكته خطا يكسب رونالدينيو. برازيل 6 اهداف. نيمار يستعرض يمر الكره لرونالدينيو. نيمار رونالدينيو المنتخب البرازيلي. رونالدينيو في التنفيذ يمر لنيمار تعود الكره لرونالدينيو. رونالدينيو لا يمر لنيمار. رونالدينيو نيمار تبادل الكرة. الجمهور يتفاعل. نيمار يعيد الكرة لرونالدينيو. رونالدينيو يحاول أن يمتعهم. رونالدينيو مع الكرة. رونالدينيو للبرازيل فرصة أمامية. رونالدينيو لين. رونالدينيو يتمهل. رونالدينيو مر عند المنتخب البرازيلي
المنتخب البرازيلي على أرضية الأولمبيكو دو بارا. يسعد الجمهور البرازيلي.